كيف يكون عبد يعذب؟ How will a servant be punished? هذا عبد أو رب؟ Is this a servant or a lord? إذا هذا معنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد. So this clarifies and means that Isa, Jesus عليه السلام, is a servant. هذا إثبات العبودية لعيسى عليه الصلاة والسلام. هذا فيه رفع منزلة عيسى عليه الصلاة والسلام. So this is a affirmation of the servitude of Jesus, and this is a raising in his status. لأننا كيف يكون عندنا أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ لا يمكن. هذا يساوي ثلاثة. So how can one plus one plus one become one? This is not possible. This becomes three. فالله سبحانه وتعالى واحد وعيسى عبد عليه الصلاة والسلام. So Allah سبحانه وتعالى, he is one, and Isa is a worshipper of Allah.